عسلامة البنات، شحويلكم؟ ان شاء الله راكم بألف خير يا ربي. اليوم ان شاء الله بنشوفوا مع بعضنا روسيت ياسر بنينة ومعروفة برشا في تونس، اللي هي وذنين القاضي. حلو تونسي بنين برشا. ان شاء الله يا ربي نحب كل مرة نعمل وصفة تونسية، على خاطر معانا صديقاتنا من الجزائر، من المغرب، من مصر، من برشا بلدان اخرى. نحب نعرفهم على الماكلة التونسية. وبالنسبة لوذين القاضي، راهي عندها اسم اخر اللي هي الدبلة. انا نعرف كان زوز اسامي هذوما، اذا كان هي عندها اسم اخر اكتبولي في لي كومونتير، ولكن فما بلاد اخرى تسميها باسم اخر زيادة اكتبولي. وان شاء الله تعجبكم الريسيت وتجربوها. الريسيت سهله على الاخر، برشا يستخيلوها صعيبه، ما هي سهله على الاخر، ما فيها حد شيء. اكثر حاجه صعيبه فيها هي القليان متاعها، مي ماهوش صعيب، راهو تو تشوفوه في الفيديو، سهل على الاخر. والمكونات زيد معناها موجودين نورمالمون، متوفرين في كل دار. ما نصورش واحد ما عندوش عظام وفارين او شويه زبده. ان شاء الله تجربوها الريسيت وتعجبكم. اون بليس توا جاي رمضان، ان شاء الله ربي يجيبه على خير. هكا في السهريات قهوة عربي ولا كويس تيجي مع صحاين، هكا دبلة جي سهرية تعمل 66 كيف. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو. واذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللي لايك وفي اللي كومنتير. وتوا هيا نشوفوا الروسيت مع بعضنا. وهذوما المكونات اللي باش نستحقوهم للوصفة متاع اليوم: كعبتين عظم وباكو سكر فاني، ومغرفتين سكر عادي هذاك الخشين، ومغرفتين زبدة ذايبة، ورشة ملح، ورشة كربوناتو. قد قد نهزو هكا بين صوابعنا، ماهوش برشا باش نستعملو الكربوناتو، شوية بالكل. هذيك السر باش يخليها تجي هشوشة وبنينة، السر في الكربوناتو اللي باش نحطوها. ومغرفة كبيرة عطر شيا وإلا زهر وإلا ما ورد، كل واحد شنو يحب. أنا نحب الحلو بالعطر شيا، نحس فيه نكهة بنينة برشا. نجمو زادة تحطو زيت دي سيترون، كل واحد كيفاش يحب ينكهها. وبالنسبة للفارينة نستعملو حكاية 250 غرام ما أكثرش. ديما نقولكم لو ثما فارينة تشربو فارينة لي، منحطوش الكونتيتي الكل فرد مرة، هاكا نخلطو ونحطو بالشوي لين تتلم معانا. وتوا اول حاجه باش نحط العظام، وفوقها سكر فاني، وفوقها السكر الاخر، ونبدا نركض بالقدي بالقدي للي يذوب السكر. وبعد نحط المكونات الاخرين، واخر حاجه باش نحط الفارينه. وكما قلت لكم ما نحطوش الكونتيتي الكل فرد مره، خاطر نخاف ولا تجينا يابسه ولا حاجه، خاطر هي تجي طريه. والفارينه نغربلوها، ما نحطوهاش هكاكا. توا صايي ما عادش باش نزيد فارينه، هذه القوام اللي حاجتي بيه. وبالنسبه للفارينه استعملت 250 غرام قد قد. والروسيت هذه راهي ما تتعجنش، جوست نلم كل شيء لمين. وتوا بعد لميت كل شيء باش نخليها ترتاح كي ساعتين، اقل حاجه ساعتين. بالنسبه لي انا خليتها اكثر من ساعتين، قديتها الصباح وقليتها العشيه، ما حكيت الاربع هكيكه، دونك خذيت راحتها بالقدي بالقدي. تو باش نحطها في ساشي ولا في فيلم اليمونتير، ونخليها ترتاح على روحها كيما قلت لكم. باش نتعدى نحضر الشحور متاع وذنين القاضي. الشحور هو العسل اللي باش نعسل بيه بعد وذنين القاضي. والمكونات متاعو زوز كيسين سكر، عليهم كيس ماء، ونص قارصة، ومغرفة عطر شيا. بالنسبة للعطر شيا اختيارية، تنجمو ما تحطوش، تنجمو تحطو نكهة اخرى تحبوها، اما راهي تعطي نكهة ياسر بنينة. ونحطوا الماء والسكر في كاسرونه، نخليوها على الغاز ونشوفوه غلي. صايي نزيدوا نص قارصه، وفي الاخر نحطوا العطر شيا. وبالنسبه للشحور نتاع وذنين القاضي، راه ما يجيش عاقد برشا وما يجيش جيري، هاكا نتفقدوا كي نحسوه عقاد شويه، راه سي بون طاب. وتوا صايي العجينة بتاعنا ارتاحت، باش نبدا نخدمها. اول حاجة باش نرش كمية باهية متاع النشا، وحتى كي نلقاو العجينة تتلصق ما نخافوش، على خاطر باش نرش النشا تو تيبس شوية وتتحل وتجي سافا مريقلة. باش نبدا توا نقسمها دي بول، وكل بول هكا نخرج منها شوية لهواء، وبعد نبدا نحلها. نحلها جويدة بالكل، لل انا التابي هذيك اللي فرشتها، لل
الكتيبه اللي فيها تظهر، حتى كي باش تبداو تخدموا على الرخامه اللي الرخامه نتاعكم تظهر، نحلوها جويده بالكدا، مش جويده برشا الفاصون كيف نتاع البقلاوه، مي تبدا جويده تنوريكم كيفاش، خاطر كي تجي خشينه ما تجيش بنينه. وبعد لحليتها حليتها باش نقصها هكا دي بوند، ما همش كبار برشا وما همش صغار، انا لما حال عملت كعبات كبار وكعبات صغار، وانتم ما اعملوا الكبر اللي تحبوا عليه. خذيت بلاتو رشيته بشويه نشا باش ما تلصقليش، حبيت نكمل الكونتيتي الكل نقصها ونرجلها، وبعد نبدا نقلي فرد مره. وهوني ماذا بينا بعد لنقصوهم نزيدو نجبدوهم شوية بيدينا، هاي العملية هذه ماهيش لازمة، مي انا جبتها باش تزيد البون طويل شوية وما تجينيش خشينة برشا. وبعد لكملت قصيت الكونتيتي الكل، خذيت بانسو باش نحاول ننفض النشاء اللي قعد في العجينة، اموال نقص شوية باش بعد كي نجي نقلي ما يقلقنيش في القليان. وتوا باش نتعداو للقليان ماذا بينا نحطو الزيت في حاجه غارقه شويه، وباش نعرفو الزيت سخن ولا لا، ناخذو شويه من العجينه نحطوها في الزيت، وكي نشوفوه صاي سخن نبداو نقليه، ومن الاول يبدا الزيت سخون وبعد نقصو شويه نخليه في درجه متوسطه. وهذه الطريقه الاولى باش نشكل بها ودني القاضي، باش ندخل البوند في الفرشيطه ونبدا نروليها هكا بالطريقه اللي تشوفوا فيها، وفي الاخر باش نقرص بصبعي باش ما كي نحطها في الزيت ما تتحلش، ونحطها في الزيت ونقعد شدتها شوي بالفرشيطه باش ما تتحلش. وفما طريقه ثانيه زيدا تو نوريها لكم، والطريقه الثانيه جاتني اسهل والكعبات جيو مستويين اكثر. وهذه طريقة ثانية سهلة برشا، تاخد البوند وتدورها بين صوابعك، وفي الاخر نقرصوا عليها بالكدا بالفرشيطة باش كي نحطوها في الزيت ما تتحلش. هذوما زوز طرق سهلين على الاخر اللي استعملتهم. وفما طريقة ثالثة، تاخد الفرشيطة تدخل فيها البوند اللي قصيناها وتحطها في وسط الزيت وتبدأ تدور في البوند، والفرشيطة تبدأ واقفة في الزيت. هذه صعيبة شوي حسيتها، سيرتو للجماعة اللي خافوا من الزيت ننصحهم ما يعملوهاش. زوز طرق الاخرين سهلين برشا. وصلنا لاخر مرحله في الروسيت نتاعنا اللي هي التشحير نتاع وذني القاضي. بالنسبه للشحور طيبته اول حاجه وخليته يبرد، وذني القاضي مازالوا سخونين. ديما الروسيت اللي بالشحور لازم يكون الشحور بارد والحاجه اللي باش نشحروها سخونه، والا العكس الشحور سخون والحاجه بارده. ان شاء الله راكم فهمتوني، خاطر ما لازمش زوز باردين ولا زوز سخونين، لازم واحده منهم سخونه واحده بارده. وبالنسبة للفيكة باش ناخو شوية فستق وشوية جلجلين باش نزين بيهم، وانتو ما زينوا باللي تحبوا، زادة تنجموا تخليوهم سامبل هكاكا زادة يجيو مزيانين. توا باش نشحرهم ونخليهم يستقطروا شوية، وبعد باش نرش عليهم الفيكة. وهذه وذني القاضي متاعي حضرت، حطيتها في صحن التقديم، ما نحكي لكمش على البنه، جات ياسر بنينه. وبما انه فما حلو تونسي بنين، لازم باش نعمل قهوه عربي وقاعده تونسيه. بصراحه القاعده التونسيه هذه ذكرتني بقعدات رمضان، خاصه مع قهوه عربي وحلو هكا تونسي. ان شاء الله تعجبكم الريسيت وتجربوها، واذا كان عجبتكم الريسيت ما تنساونيش في اللي لايك وفي اللي كومنتير، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا كان جربتوها ما تنساوش تزيدوا باش تبعثوا لي على انستغرام والفيسبوك. وتوا وصلنا لاخر الفيديو، مازال كان باش نقولكم باي باي بسلامه.